احتفالات جماهيرية في تعز اليمنية بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 11 من فبراير التي أفضت حينها لأول مرة منذ توحيد اليمن بالمجيء بأول رئيس جنوبي وهو عبد رب منصور هادي بعد حكم علي عبد الله صالح الذي استمر لثلاثة عقود أو أكثر. بحلول الذكرى السابعة لثورة أبناء اليمن عجت مواقع التواصل الاجتماعي بالصور، ليست في أغلبها صورا تحمل ذكريات سعيدة لمن يشاركها. الصورة الأولى هنا لضحايا ما يعرف إعلاميا بالصراع اليمني والذي خلف قتلى ونازحين على مدار سنوات السبع. هذه الفتاة اليمنية الصغيرة تمسك بكراس الدراسة وتحاول أن تذاكر دروسها في شوارع العاصمة صنعاء، لكن لا يبدو أن هذا شارع بالنسبة لي. وهنا أطفال يضحكون رغم انعدام الأمن والطعام بحسب التعليق والمنشور والصورة. أيضا هنا هكذا كان اليمن قبل سبع سنوات عندما كان سعيدا، هكذا يقول المعلقون. الصورة الأخيرة هي لمدرس للغة الإنجليزية بجامعة ذمار وقد تحول إلى بائع ذرة بالشوارع منذ أن اندلعت ثورة اليمنيين مع ثورات الربيع العربي. طلاب الجامعة تداولوا صورة أستاذهم ويدعى فؤاد جادان وقالوا إنهم فخورون به لتمسكه بالحياة في ظل ظروف اليمن الحالية. طبعا الصورة هذه اعتبرها الكثيرون من اليمن وخارجه ذات دلالة، تبدل الرجل وتبدل الحال به منذ أن ظهرت هذه الثورة. يقول صادق محمد بالفعل صورة موحية لكنها أيضا تعكس مدى الألم والخسارة في هذه الحرب. ولدينا هنا زينب التي تقول أنا أيضا معلمة للإنجليزية بالجامعة لكن الصورة تثير الفخر وأيضا الحزن، الله يرزقه. مباشرة هكذا تسمي نفسها وهي حقوقية غردت بدورها صمود يثير الإعجاب كثيرا لكنه يحدثنا أكثر عن ويلات الحرب، صورته أدمت القلب. لكن الاحتفالات كانت في تعز المدينة التي تقع جنوب العاصمة صنعاء ولم تكن في صنعاء، ربما لأنها المدينة التي انطلقت منها شرارة لما يعرف بمقاومة المعارضة في خضم تطورات ثورة فبراير. مظاهر الاحتفال كانت خافتة في مناطق اليمن الأخرى، كل حسب ميوله وتوجهاته في هذه الأزمة المعقدة التي باتت متعددة الأطراف. الرئيس الحالي عبد رب منصور هادي كان قد دعا في كلمة له اليمنيين رغم كل الظروف القائمة للاحتفاء بما سماه بالمناسبة الغالية. لكن هل تعد فعلا ثورة التغيير الشعبية في ظل وقائع ومعطيات كثيرة حالية مناسبة غالية لكافة أبناء اليمن أم هي كذلك فقط في تعز؟ الإجابة عن هذا السؤال في هذا التقرير.